مستمعين الكرام، مستمعات الكريمات، أسعد الله صباحكم بألف خير. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يشرفني أن أتقدم إليكم بأجمل عبارات التهاني القلبية، سائل المولى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات. بخير يا حبابي، كل عام وانتم بخير. كل عام وأنتم بخير أعزائي المستمعين. زمان إن شاء الله تضلوا بخير. الله يجعل عيدكم عيد الفرحة والسعادة والصحة والعافية والعمر المديد. طول العمر صباح المحبة والوفاء والكلام الطيب. صباح جميل. مبروك عيدك يا العزيز علي، مبروك عيدك يا العزيز. صباح النور والورود والخير والسرور والسعادة والتفاؤل. ابتسم، فليس هناك ما تخسر، فربك موجود ورزقك مكتوب وعمرك محدود. كن جميلا كي ترى الجمال حولك دائما. كل عام وانت بخير والعيد اجانا، وصل اشواقي يا طير. مستمع الاوفياء، الساعة الان 1:45 صباح يوم الاثنين 2020. برنامج نغم يبث من قلب استوديو تيفي لنا بتنصورت من اعداد وتقديم الصحفي والمنشط الاذاعي بوجندار. تزيد هنانا وتزور ديارنا. مستمعي الاوفياء، ومن اجل استقبال طلباتكم واقتراحاتكم، ما عليكم سوى اتصلوا بنا على الرقم 0629-94-85-33 او ترسل لنا رساله نصيه على خدمه الواتساب على الرقم 0634-88-77-43. يا عيد هادي من الخير نس الوطن جراح. الكلام الطيب غذاء للروح. مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، الله يجعل عيدكم عيد الفرحة والسعادة والصحة والعافية والعمر المديد. ارجع ليالي للملاح واللم الهاني. ينعاد عليكم بالصحة والعافية، كل عام وأنتم بخير. ألف مبروك لبلادنا نهار العيد من أداء خيرة الفنانة المغاربة مهدات مني أنا مقدم برنامج نغم بوجندار عز الدين إلى جميع المغاربة داخل المملكة المغربية الشريفة وخارجها. العلوي وهاد الليلة فرحتنا، رجوعك لينا يا ملكنا. الله يمتعك بالصحة دينا وسيدنا وعزيز علينا. طيب وحنين وعليه الموت محمد محمود. مستمعي الاوفياء، ثاني اهداء في حلقه اليوم برنامج نغم مع جديد صديق البرنامج مع اغنيه هي تبغيني للفنان محمد الرحاوي ابن مدينه بن ملال والعاشق لفريق الكوكب المراكشي لكره القدم. هذه الاغنيه مهداه من طرف محمد الرحاوي الى جميع افراد عائلته واصدقائه. ويلي يا 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 ويلي يا
الراس ثلاثة ناس، وهويلي أحياني وهويلي على البلد. حسبوني زواني قالوا فيا ما بغوا، سلموا عقلي وداواني قالوا ما بغوا. وشيماء وشيماء تنقول لكم راكم فوق وتعرفوا الديكور، خاطر انسه اكرام والناس يحبونا ويسالونا في بلاد البلاد. كي يقول لكم محمد الحاوي راكم في القلب، خاطر صفاء وهناء والناس يحبونا ويسالونا من بلاد البلاد. لالا الغزاله وشرع الله معاك، سمية العزيزه وكيديني هواك، وانت نجمة وسمعك وانت نجمة وسمعك، ويلي والقلب بغاك ويلي والقلب بغاك. مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، ثالث اهداء في حلقة اليوم برنامج نغم هو من عند السي طارق صديق البرنامج، وهو ابن مدينة مراكش، اللي طلب اغنية احلف للفنان بهاء سلطان مهداة الى كل الاصدقاء والصديقات بنفس المدينة. لا لا احلف التعب انتهى.